بعد ما خلص تصوير فيلم نعمة واللي بيشارك ببطولته أحمد كرارة وإنجي خطاب ومحمد نجاتي، اتأخر طرح الأفيش اللي من خلاله هيتم الإعلان عن ميعاد عرض الفيلم. وبسبب التأخير ده خرج كلام من الكواليس إن في أزمات بين الأبطال على مين اللي هيكون رقم واحد في الأفيش، وإن في مهاترات حصلت بين الأبطال، وده خلى إنجي خطاب تتبرأ من الفيلم.